أسويها وأقول أنها أنا أم سميرة وزوجة ظهري. انتي خليتي ذكريات وايد جميلة في بالي وفي بال البنات، أيام جميلة ما نقدر ننساها، أيام كنتي انتي بطلتها في حياتي. صح، أنا طول عمري بطلة حياة غيري، وحياتي أنا مو بطلة فيها. شنو بتسوين؟ ولا شيء. عيل. يعني أهم شيء عندي أن السمورة تسوي العملية وتصير زينة. بعدين أنت ما تدرين، يمكن أنا عقب ما أسوي العملية يمكن الله ما يكتب لي عمر، يمكن أروح عند ولدي. لا لا، بسم الله عليك بيبي. لا تقولين هالكلام، الله يحفظك حق بنيتك إن شاء الله. أنتِ تحبيني؟ أنا عمري ما كرهتك بيبي. بالعكس، أنا وياك عشنا سنين حلوة مع بعض. صد ساعات يغلبني خوفي على بيتي والمرأة الشرسة اللي داخلي، بس هذا ما يمنع أن أنا أحب لك الخير. أسويها وأقول أنها أنا أم سميرة وزوجة ظهري. عمي ظهري القوي. نقيب مبارك أعطاكم عمره. الله يرحمه. حول ولا قوة إلا بالله، لا يرجع. الله يرحمه. عاد سامحيني يا أخيتي، أنا تعبانة وللحين النفاس. الله يرحمه. ما قصر لا معاي ولا مع ريلي. ما قصر مع الفريج كله. كان قايم بدوره زود بعد. الله يرحمه. سبحان الله. الله نعم عليه محبة هالناس. تدعي له بالرحمة بكل مكان. صورة بانستغرام، بتويتر. هذا إن شاء الله هالصور ما تنسي. ناس ما نسيت صور وايد ناس من شهداء الواجب. هذول الناس أساميهم لازم تخلد. لازم عيالنا وأحفادنا يفتخرون فيهم ويقتدون فيهم. دبلة وايد حلوة. كم هذه؟ لا تسألين عن سعر. لا 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 صدق. شكلها وايد غالية. والغالي يرخص لك. مبروك، ألف مبروك. حيكم عريسنا. لكن كل اللي أتمناه واللي أطلبه من أهالي المنطقة إنهم ما ينسون هذا الاسم. تم تغيير اسم أحد شوارع المنطقة الحيوية من شارع 16 إلى شارع مبارك سام. ثواب النقيب مبارك. الله يرحمه. ثواب النقيب مبارك. عن روحه. الله يرحمه. الله يرحمه. حياكم حياكم. تفضلوا تفضلوا.